منعه من تسجيل هدف. راح نشوف الشده وين، من برا الخط، الشده من برا الخط، برا الخط ايضا ضربه حره مباشره لمصلحه اللو. ضربه جزاء هي برا الخط، هي برا الخط، والحكم يظهر اعطاها ضربه جزاء، الحكم احتسبها يظهر ضربه جزاء. على كل راح نشوف احنا، وطرد الباي اوجلان هو اللي اخذ البطاقه الحمراء، ضربه جزاء انما هي برا الخط، هي برا الخط، لذلك اعتقد لجنه الحكام راح يعني هذا الحكم راح يكون مساءل تماما اللي هو كيم امام لجنه الحكام في الاتحاد الدولي. وهذا هو ريفالدو راح ينفذ ضربه الجزاء لمصلحه المنتخب البرازيلي. اذا اول هذا هو ريفالدو، ريفالدو ويحطها وجول، ويحطها وهدف وجول لمصلحة المنتخب البرازيلي عن طريق ريفالدو من ضربة جزاء. ريفالدو، ريفالدو يسجل هدف للبرازيل من ضربة جزاء في الدقيقة 86 من زمن المباراة. هذا هو ريفالدو، راح لها والله الحارس اللي هو روستو، انما كانت الكرة اسرع، شايف اخذ الخطوه وراح لها على طول الكره اسرع. شوف التركيز، لاحظ عينه، شوف عينه، شوف عينه، شوف عينه، شوف عينه، شوف العين هذه، لاحظ وين ركز، لو تلاحظ ها، شوف قاعد يشوف ويركز على الزاويه اليمين، لاحظ ركز وعلى طول وحطها على الزاويه اليمين بالنسبه له والزاويه الشمال للمنتخب، لمرمى المنتخب التركي. اذا